الكلام ده كله ما حصلش يا استاذ عبد الحميد. ليه حصل؟ لا ما حصلش. لا حصل. لا ما حصلش مني اي حاجه من الحاجات دي. لا بعت لها عجال. لا الشيخ البلد ده شوف كل حاجه هو اللي هيحكم ولا يحكم ولا يعمل حاجه. لا تتكلم عليه واحد كده. ايوه لا انت مش كويس. اتكلم. لا انت مش كويس. اتكلم. لا مش هتكلم. ارمي نفسك يا ولا منك ليه؟ ده ايه؟ مش عادل في حضرتي؟ اه يا عبد الحميد احكي قول لنا ايه الاشكاليه خلينا نخلص من القعده دي. احكي هو اللي حصل ده ينحكى؟ ما ينحكاش يا شيخ البلد ما ينحكاش. طب يا جماعه شكر الله سعيكم انفضت الجلسه عشان عبد الحميد مش عايز يحكي. يلا بس يا شيخ البلد هحكي يا شيخ البلد هحكي بس تجيب لي حقي من الجدع دي. يا عبد الحميد احكي عليا النعمه طخك واخلص من الحكايه تما. ده انت سائل يا جدع. اللي حصل يا شيخ البلد ان الجدع دي عنده اكاون على الفيسبوك. يعني حاسس باهانه في كلامك يا عبد الحميد. ايه معناته ده اساسا؟ معناها يا شيخ البلد ان مرتي نزلت عنديها صوره ورداي على الفيسبوك ومالجدع دي يعمل لها ايموجي يا شيخ البلد ايموجي. لازلت حاسس باهانه في كلامك يا عبد الحميد؟ لا الكلام ده مش حقيقي يا شيخ البلد. عملت لها ولا ما عملتلهاش يا ولي؟ ايوه عملت بس على فكره هي دي نص الحقيقي لكن في نص مخفي. ياكش تكون عاوز تعمل لها منشن انه بجاي. انا مش فاهم انتوا بتتحدثوا في ايه ولا بتقول ايه يا ولا الفيكشن والايموجن ايه يا ولا ما تفهموني عشان احكم. الايموجي دي يا شيخ البلد علامه تبين لنا انت حاسس بايه. يعني لو دوست على قلب مثلا يبقى معناها اني بحبك. قلت لك اني حاسس باهانه في كلامك يا عبد الحميد. ولي اعدل يا ولي. اسمعني بس يا شيخ البلد، الحكايه ان الجدع دي عمل ايموجي على صوره الورد اللي مرتي منزلاه. يعمل لها ايموجي ليه؟ مش متجوزه راجل؟ صحيح الكلام ده يا عوض؟ اللي حصل يا شيخ البلد انها فعلا حطت صوره الورده الفلاور، واني مشهور بطبعي انني رومانسي وحساس وشاعري. قمت جيت اعمل لها لايك. ولي ايه اللايك ده يا عوض؟ اللايك ده يا شيخ البلد يعني اعجاب شديد. وانت يا تعجب بواحده متجوزه ليه؟ يا ولا انت اتخبطت في نافوخ متجوزه يا ولي. يا ريته اعجاب يا شيخ البلد، يا ريته اعجاب. ده قلب وكمان قلب. لا انت عايز اللي يلم. الله، ما هي اللي عامله البرايفسي بتاعت البوست بابلي. ايه البرايفسي دي يا ولي؟ لا ده انت محتاج كرسي بقى يا شيخ البلد. عوض الكرسي ده يا ولي. البرايفسي دي يعني خصوصيه شديده. وانت يا تتدخل في خصوصيات الناس ليه؟ طب تطلع فجاه ليه كده؟ يا لا انا كل شويه لمك. ما انا ملموم اهو. اللي يستر ربه ما يفضحوش عبده يا ولي. عبده مين؟ بقول لك بابليك يعني اللي يسوى واللي ما يسواش، يعني نشرها للجميع يا حضره شيخ البلد. لا كده الكلام يبقى اختلف يا عبد الحميد. مرتك هي اللي غلطانه. هي كده بيقول لك نشرها للعمي. طب سيبك من دي يا شيخ البلد، اتفرج يا شيخ البلد، اتفرج يا بلد، اتفرج يا بلد. سي عوض عامل لمرتي تاج في صوره فيها كحك، كاتب ليه عليها تهنئه يا حبايب يا منسيين في العيد متجمعين، والكحك للحلوين. مش لوحده ايوه، مش لوحدها هي وخمسين اخرون. كمان مع خمسين اخرون. اسفوخس عليك يا عوض يا ولي. عايز تجامل وتعمل واجب تبعت مرتك بالكحك، ابعت بنتك، لكن تروح انت خلي عندك حساسة ايه يا شيخ البلد؟ دي صوري كده زي الدعوات بتاعت الفرح كده بتبقى للناس كلتها. كل دي على الفيسبوك. الله يا ولي قلت لك 100 مره تعمل لي حساب يا ولي. ما انت اللي ما عندكش ميل يابا. اخلص ما تقولش الكلام ده يا خساره تربيتي فيك. يا عوض عندك اقوال تانية بعد ما كل حاجه بانت؟ لا ما عنديش يا شيخ البلد. وبعدين استاذ عبد الحميد ومراته فوق راسي، انا ما كانش قصدي حاجه وحشه. هو كله من السوشيال ميديا هي اللي غوتني. بحب ايه بتجري في دمي. انا قلت لنفسي كل ما تعمل تاج لناس اكتر عدد اللايكات عندك يكتر. يبقى ما دام اعترفت الكبير يحكم. خمس فدادين وجاموستين وشاشه ال سي دي فلات يروحوا من عوض لعبد الحميد. اللي تشوفه. مرضي يا عبد الحميد؟ لا مش مرضي يا شيخ البلد، مش مرضي. ما يكفنيش يا شيخ البلد، الجزاء لازم يبقى من جنس العمل. دي اساء استخدام الفيسبوك، يبقى ينحرم منه 30 يوم بليلتهم. ماشي يا عبد الحميد افندي، حظر من الفيسبوك 30 يوم بلياليهم ليك يا عوض. لا يا شيخ البلد، لا يا ناس حرام عليكم اعملوا فيا اي حاجه.
اعملوا فيا اي حاجه الا دي. وبعدين خدوا الارض بتاعتي. وبعدين يا اخويا وانا كنت هنيت صباح اللبنانيه يا ده انا هنيت صباح بنت محمد عويس. محمد عويس يا اخره 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 اخد عشانها ريبورت ولا تحذير؟ لكن حظري لا لا. ما تكترش في الكلام يا عوض. احلف يمين بالله ثلاثه اقطع النت على البلد تما ونفضها سيره بقى. لا يا شيخ البلد انا ما يرضنيش الناس دي تتحرم من متعه النت. لكن انا ليا طلب اخير قبل ما اتحرك من هنا. ولا يا عوض السلاح يطول يا ولي. طلب واحد بس. ولا السلاح يطول يا ولي. ناخد صوره سيلفي مع بعض. وطالما مفيش فيسبوك يبقى ننزلها على انستجرام. سيلفي؟ طالما سيلفي يبقى روح يا ولا انده المأمور ومدير البوسطه يجي ياخدوا السيلفي دي معانا. واجب برضه وانا اللي امسك السيلفي ستيك. السيلفي يا بلد.